في خبرين كده قبل ما يعني قبل ما اروح على فاصل، خبرين متعلقين بالرقابة، او الخبر الاولاني متعلق بالرقابة الادارية. الرقابة الادارية اعلنت عن حادثين، الحادث الاول حادث مفرح، الحادث الثاني حادث مؤسف وبيتكرر، لانه احنا طبعا مجتمع يعني في ملائكة وفي شياطين، زي ما في ملائكة في شياطين. طيب الرقابة الإدارية قبضت على عصابة مكونة من 4 أشخاص بيتزعمهم أحد المحامين، دول تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة في منطقة مركز أرمنت في محافظة الأقصر. العصابة دي وقعت لما راحوا لمدير إدارة الإشغالات بالمركز، عرضوا عليه رشوة. كام الرشوة؟ 2 مليون جنيه علشان يغمي عينيه عن مسألة استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 متر مربع، سعرها من 10 ل 12 مليون جنيه. قالوا له خد ال 2 مليون واسكت. طبعا المسألة دي كان ممكن تخليهم مش بس يكتفوا بأنهم يستولوا على قطعة الأرض اللي مساحتها 8400 متر، لا ده كان يعني دي البداية علشان يستولوا على قطع أرض أخرى تصل مساحتها ل 15 فدان. مدير إدارة الإشغالات أنا مش عارف يعني مرتبه قد إيه، لكن يعني هياخد له كام؟ 3000 جنيه مثلا ولا 4000 جنيه؟ الله أعلم، ممكن يكون أقل يعني، لكنه رفض رشوة 2 مليون جنيه وراح بلغ، وطبعا حفظ حق الدولة وحق الشعب، لأنه الأرض دي أراضي دولة وأراضي الشعب. نفس المنصب اللي هو مدير إدارة الإشغالات، بس مش في أرمنت في الأقصر، لا ده في الجيزة وتحديدا في مجلس مدينة أبو النمرس. نفس الوظيفة في أرمنت مدير إدارة الإشغالات، في أبو النمرس مدير إدارة الإشغالات. مدير إدارة الإشغالات في أبو النمرس اتقبض عليه أيضا من قبل الرقابة الإدارية، ومعاه كان كمان مسؤول بإدارة المتابعة ومسؤول إدارة التنظيم في الوحدة المحلية لشبرمنت، علشان أخذوا رشوة من أحد المواطنين عشان يسمحوا له أنه يبني مبنى أو منشأة بدون ترخيص في نطاق المركز. شفتوا حضراتكم يعني الفرق بين الناس، نفس الوظيفة، واحد في أرمنت واحد في أبو النمرس.